بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية، مع تكاتف الكثير من الدول لمحاولة حصار مصر بشكل أو بآخر اقتصاديا. أنتوا في لجنة السياحة تتعاملوا إزاي مع هذا الموضوع؟ أولا أنا يعني عايز أبتدي بحاجة قبل اللجنة، قبل اللجنة إحنا دلوقتي مصر بتواجه حرب علنية ممثلة في حرب اقتصادية، وأول حاجة إن هم يعني عملوها حرب الاقتصاد المصري ممثل في القطاع السياحة. فإحنا دلوقتي في حرب حقيقية مصر بتواجهها من عدة دول، فإحنا يعني في هذا المنطق المفروض يعني قبل ما يتحرك النواب أو اللجنة بيوجد فيه تحرك سياسي الأول أو قبل تحرك وزير السياحة، لأن إحنا عايزين نشوف إيه المشاكل البلاد اللي زي دي عاملاها. يعني لازم نفتح قنوات سياسية مع بعض الدول الأوروبية، يعني إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، يعني أسبانيا، لأن السوق ده سوق مهم. يعني أنا في بعض الناس يقول لك لا نفتح أسواق جديدة، أنا ماشي مش بعارض، بس الأسواق دي هي اللي تمثل السياحة لمصر. فلازم لابد، يعني كان عندنا رحلة بقيادة السيد الدكتور علي عبال رئيس البرلمان المصري لروسيا، والحمد لله كانت نتائج موفقة، وهناك عملوا مقابلات مع رئيس البرلمان الروسي اللي هو الدوما، في استقبلوهم وعملوا يعني احتكاك كويس، وفي إن شاء الله أخبار كويس. فدي أول حاجة المفروض تتحرك فيها الدولة، لازم تحرك سياسي لهذه الدول، لأن احنا في حرب. الدول كلها يعني بصنا بمجهر كبير، يعني احنا لو بصينا للي بيحصل في تركيا النهاردة، تركيا فيها انقسام، فيها حرب أهلية لكن محدش بيتكلم عليها. اللي حصل في فرنسا والحافلة بتاعت نيس محدش اتواجه، لو بالطريقة الإعلام اللي بتواجهها مصر، يعني النهاردة كل حاجة في مصر انت لو عندك يعني اقل حاجة بنلاقي الاعلام الخارجي بيهول بطريقة وياخدها بطريقة اعلان، يعني وفورا تتخذ اجراءات ووضع مصر على نشرات اللي هي بتحذر مواطنيها من السفر. مظبوط، الله ينعم. يعني تركيا النهاردة رغم ان كل اللي بيحصل فيها كل ما حدش ما شفناش اي تعليق او اي بيان من اي دولة اوروبية ضد تركيا، ما شفناش في فرنسا، ما شفناش في ألمانيا. النهاردة في ألمانيا في تفجيرات في الأماكن العامة سواء كانت مطاعم أو أي حاجة، فكل ده يعني يدل لك إن احنا بنتحارب إعلاميا برا. فلازم نواجه الحاجات دي بتحرك سياسي دولي سواء عن الحكومة أو عن طريق البرلمان. فده قبل المشكلة بتاعت القطاع السياحي. مشكلة احنا في اللجنة دورنا طيب محلي. خليني في الجزئية دي، انت شايف ان الحكومة بتعمل اللي عليها؟ والله انا ومثلا في وزارة الخارجية وفي كل الاجهزة، وزارة السياحة، وزارة الطيران، يعني سيادة الوزير الخارجية هو عمل مبادرات، يعني سواء عن في ايطاليا عشان مشكلة جيني ده، وطلعنا روسيا، فهو عايزين تفعيل اكتر. يعني عاملين تفعيل اكتر، لان احنا دلوقتي في قطاع السياحه، يعني لو هنتكلم على مشكله الدولار وارتفاع الدولار، احنا الدولار عندنا بيجي من كم مصدر يعني معروفين. اولا قناه السويس، بعد كده تيجي المرحله الثانيه السياحه، المرحله الثالثه التصدير. فاحنا لو خدنا قناه السويس، الحمد لله قناة السويس شغالة ومظبوط، بس إيراداتها بتروح لجهات معينة، جهات سياسية لتنمية سواء الجيش أو أي حاجة زي كده. نتكلم على قطاع التصدير. قطاع التصدير إحنا بنصدر ب 20 مليار وبنستورد ب 68 مليار، ففي فرق كبير يعني ما بين التصدير والاستيراد. يعني إحنا اللي بنصدر بيه بنروح نستورد بيه، وبعد كده ما فيش منظومة لزيادة التصدير، يعني إحنا عايزين نفعل زيادة التصدير، ده بياخد وقت. الحل الأمثل أنا اللي شايفه مشكلة الدولار هو السياحة، لأن السياحة العامل الأساسي لجلب الدولار، بيوفر لك 14 مليار دولار في السنة. فإحنا اللي في إيدينا والممكن نعمله، لأن صناعة السياحة مش محتاجة منك حاجة، محتاجة بعض التخطيط والتسويق
الخارجي والزيارات السياسية. يعني مش محتاج البنية، مش محتاج انك تصرف مصاريف ضخمة يعني. احنا فالدولار هو السياحة هو الحل الأمثل لحل مشكلة الدولار الحرية. ممتاز. ليه بقى المشكلة دي يعني ما تمش العمل على حلها؟ حضرتك اتكلمت على دول وقلت دي عايزة تحرك سياسي على رفيع المستوى. طيب في دول تانية ما عندهاش المشكلة دي، في دول في شرق آسيا ما عندهاش المشكلة دي، في الصين ما عندهاش المشكلة دي، في اليابان ما عندهاش المشكلة ديت، في دول عربية لم يتم التوجه ليها بشكل فعال، في دول كتير. احنا عندنا الدول العربية، احنا لينا كام سنة مفتقدين السائح العربي. السائح العربي ممكن يعوضنا في فترة الصيف، احنا ما بنعرفش نخاطب السائح العربي حاليا. احنا السائح العربي بعد ما كان بيجي يعمل حفلات ومهرجانات وهنا، رغم ان في بعض الناس يقول لك انت عايز تعملها حفلات وهنا، لا ده احنا بنشتغل سياحة، لازم نشوف الزبون عايز ايه واحنا هنعمله. يعني النهارده زبون السائح العربي لدبي ولبنان بحفلات ومهرجانات والحاجات دي، احنا كنا الدوله المستقطبه رقم واحد للسائح العربي في الحاجات دي. احنا لازم نخاطب السائح العربي باللي هو عايزه مش باللي احنا عايزينه. النهارده انا لو اعلنت ان انا بعمل حفله ولا بعمل مهرجان ولا بعمل تسويق، احنا لو اتكلمنا عن الاقصر واسوان، احنا نسبه السائح العربي في الاقصر واسوان لا تتعدى 5%. ليه ما بنعرفش نخاطب السائح العربي؟ السائح العربي اولا سائح غير ثقافي. وليه ما بنعرفش نخاطب السائح العربي؟ احنا عندنا في الاقصر سياحه ثقافيه، السياحة الثقافية ما بتمثلش أهمية للسائح العربي. السائح العربي سائح عايز يجي يتمتع بوقته، ينبسط، يخرج من كادر الشغل اللي هو في بلده لكادر شبه ترفيهي، يعني ترفيهي من الدرجة الأولى. السائح العربي عايز بحر، عايز حفلات، عايز سهر بالليل.